في إطار المراقبة العامة للإقليم، تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالسمار من حجز كمية معتبرة من ملابس نساء وأطفال ولعب أطفال بما يقارب 210,000 قطعة مستوردة من الخارج بقيمة مالية قدرها 1,300,000 سنتيم، كانت مخزنة بإحدى المستودعات بحي سونالغاز 2 بلدية جسر قسنطينة، موجهة للبيع بالأسواق بدون أي فواتير شراء وبدون سجل تجاري. بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة سيتم إرسال الملف إلى السلطات القضائية المختصة من أجل عدم امتلاك الفواتير وممارسة نشاط تجاري قار دون القيد في السجل التجاري.